إرميا 30. الكلام اللي بقى لإرميا من الرب. كده اتكلم الرب إله إسرائيل: اكتب كل الكلام اللي اتكلمت بيه ليك في كتاب، لأن أهي أيام تيجي، بيقول الرب، وأرجع أسر شعبي إسرائيل ويهوذا، بيقول الرب، وأرجعهم للأرض اللي اديتها لأبهاتهم فيملكوها. فهو ده الكلام اللي اتكلم بيه الرب عن إسرائيل وعن يهوذا، لأنه كده قال الرب: صوت رعش أسمعنا، خوف ومش سلام، اسألوا شوفوا إذا كان في ذكر بيولد، ليه بشوف كل راجل إيديه على وسطه زي اللي عندها ألم الولادة، وتحول كل وش للصفرة. آه، لأن اليوم ده عظيم ومفيش زيه، وهو وقت ضيق على يعقوب، ولكنه هيتنقذ منه. ويبقى في اليوم ده يقول رب الجيوش: إني أكسر خشبة الرقبة بتاعته عن رقبتك، وأقطع ربطك، وما يستعبدهوش بعد كده الغربة، لكن يخدموا الرب إلههم وداود الملك بتاعهم اللي قومهولهم. أما أنت يا عبد يعقوب فما تخافش، بيقول الرب، وما تترعبش يا إسرائيل، لأني أنا هو أنقذك من بعيد، والخلفة بتاعتك من أرض الأسر بتاعها. فيرجع يعقوب ويطمن ويستريح، وما فيش اللي يزعج، لأني أنا معاك، بيقول الرب، عشان أنقذك. ولو فنيت كل الشعوب التانية اللي شتتك ليهم، فأنا ما فنكش، لكن أدبك بالحق وما طلعكش بريء براءة، لأنه كده قال الرب: كسرك ملوش جبر، والضربة بتاعتك مش قبل علاج، مفيش اللي يحكم لصالح قضيتك، ملكيش علاجات شفا للجرح بتاعك. نسي كل اللي بيحبوكي، ما طلبوكيش، لأني ضربتك ضربة عدو، تأديب قاسي، لأن ذنبك كتر والخطايا بتاعتك بقت عظيمة. مالك بتصرخي بسبب الكسر بتاعك؟ جرحك ملوش شفاء، لأن الذنب بتاعك كتر وخطاياكي بقت عظيمة، عملت دي ليكي. عشان كده كل اللي يأكلوكي يتاكلوا، ويروح كل أعدائك كلهم للأسر، ويبقى كل اللي بيسلبوكي سلب، وزق كل اللي ينهبوكي للنهب، لأني أطلع لك عافية ومن ضرباتك أشفيكي، بيقول الرب، لأنهم سموكي مطرودة صهيون اللي مفيش حد بيسأل عنها. كده قال الرب: أديني أرجع أسر خيام يعقوب، وأرحم أماكن السكن بتاعته، وتبني المدينة على التل بتاعها، والقصر يتسكن على عدته، ويخرج منهم الشكر وصوت اللي بيضحكوا، وأكترهم وما يقلوش، وأعظمهم وما يصغروش، ويبقى أولادهم زي ما كان زمان، وجماعتهم تثبت قدامي، وأعاقب كل اللي ضايقوهم، ويبقى الحاكم بتاعهم منهم، ويخرج الوالي بتاعهم من وسطهم، وقربوا فيقرب ليا، لأن مين هو ده اللي يرهن قلبه لجل ما يقرب مني، بيقول الرب، وتبقوا ليا شعب، وأنا بقى ليكوا إله. إذا وبعت الرب تخرج بغضب، نوى بتجرف على رأس الأشرار تسور، ما يرجعش غضب الرب الحامي لحد ما يعمل، ولحد ما يقوم قصد قلبه في آخر الأيام، تفهموها.